دراري هاي العطلة ديال الصيف كنتمنى تستغلوها، 10 8 عندك يا معلم، ريح تعلم التجارة الإلكترونية، غادي يرجع لك هذا الشيء بفائدة مدى الحياة. ضيعتي هاد شهر 8 غتبقى تقول عاوتاني تجي العطلة تجي العطلة وما دير والو في حياتك. واش جيت تستغل هاد الفرصة هادي؟ واش جيت تستغل هاد شهر 8؟ واش جيت تعلم التجارة الإلكترونية؟ واش جيت دير شي حاجة في حياتك؟ الجواب ماشي عندي أنا، الجواب عندك أنت، واختار. وانا اللي بغيتك توكل على الله وبدا. الخوت سمعوني مزيان، دابا كنت خدام بخير في البيسي ديالي، قلت شي ميساج جاو على ديك بداو شهر 8 وانا اللي قاد الميساج، وحق الله الا قصحني في خاطري. شوف ما نشاركوش في الستوري، نشاركو في الستوري الجاي. طنض الله الخوت تنقول لكم شي واحد قال لك كينيت ولا قال لك فور، هو السيد زرف حتى 27 في الدرهم دابا، وباش يرضها خصو يمشي يزرف ناس اخرين، وهذا هو الكونسيبت. شي كيزرف شي وغاد طنض الله. شي ناس تزرفوا وحطوا فلوس اللي قايك تبغوا عليهم، تقول لك انا باش تعيش الغينة تجيب الفلوس بحال هيك داك داك دا خاصك تدخل لهاد الشركه هادي، راه حنا كنخدموا في التجاره الالكترونيه. هادوك ما خدامينش في التجاره الالكترونيه، هو تزرف وباغي يزرف، كيبان لك يري بان لك عرفو باغي يزرف. الخوت وهادشي كيضر في الخاطر، كيستعمل سميت الناس، منهم سميت انايا. كنت مسافر لتطوان، كنت دايز على واحد البلاصه سميتنا بواحد الناس واعرين، وتغدين واحد الغدا واعر، وسخنوا واحد الاستقبال واعر، وفي الاخر قالوا لي واحد الهضره. الخو حتى باغي نمشيو دوك الدراري الشباب فرحانين، خويا السيم وحنا راه البارح دخلنا معاك وخلصنا. قلت لهم فاش؟ قالوا لي فور ايفر. قلت لهم شي اللي جا؟ قلت لهم انا ما مع فور ايفر، ما مع حتى شي حاجه، دوك الصاب اللي جا عندكم تفو. حتى وحق الله خو طلع ضرني هذا الميساج، 27000 درهم دري كان غادي يمشي يشري سلعتو، ما يخدم مع حتى ما ينصبش عليك شي نصاب يقول لك اجي ندخلك، راه بغى غير يرد فلوسه بيك، ودوك الشركات هما اللي داو الفلوس في الاخر. عرفتي 27000 درهم ما تخدم مع حتى شي واحد، انا مثلا نقول لك لا خدم معايا ما تخدمش، وما تخدم مع حتى شي واحد، وسير شري سلعتك من عند الهي، ودير الاشهار لهي عند فيسبوك، وبدا حياتك، وما تخدم مع حتى شي واحد، وما يزرفك حتى. عرفتي وهاد الشركات ديال فور ايفر وكيونيت داكشي دوك اللي خدامين فيهم تيبداو يستعملوا مصطلح التجاره الالكترونيه، اش قربك لشي تجاره تيبقاو يستعملوا هاد المصطلح؟ حتى حنا السيمو لايف، حنا دايرين داكشي اللي كيدير السيمو لايف، اش قربك للسيمو لايف؟ اش عرفت السيمو لايف؟ دور خوتي من الصابور ردوا معاهم الباب. وهاد الشركات ديال فور ايفر وكيونيت هاد الاخ اش كان ممكن يدير ب 27000 درهم؟ كان اجي ولكن دابا اش اجي يمشي يدير؟ اجي يمشي يزرف واحد الخمسه اخرين ينصب عليهم حتى هما باش هو يرضي فلوسو بدا، وخمسه اخرين حتى هما تنصب. عرفتي والله يرحم لكم الوالدين الاخوان، ديروا هذا الفيديو هذا سيف وخليه عندكم، وحطوه في يوتيوب في انستغرام في فيسبوك في اي بلاصه. ولا جا عندك شي نصاب من فور ايفر ولا من كيونيت قال لك سيمو لايف ولا تجاره الكترونيه، وري هذا الفيديو وجري عليه راه ينصاب. الاخوان ماشي هي جوج الشركات، لان هاد جوج الشركات عيقوا في استعمال سميتي وكلمه التجاره الالكترونيه اللي ما عندهم بها حتى علاقه ياك، وتيستعملوا سميتي خصوصا. اما هما شركات كثار، اي شركه تجي عندك تقول لك جوج وجيب جوج تولي لاباس عليك، هرب وهرب. ها انت الخو ساليت اخر فيديو دازت عليه جوج دقائق، في جوج دقائق ها هما جاوني امة لي ميساج، منهم ثلاثه تال دابا ها هما يبارطاجيو، والناس راه تتنصب عليهم هاد الشركات هادو، وتستغلوهم وتيخصهم ما ينصبوا باش يردوا فلوسهم. دراري 6 ديال العشيه باقي كاع ما تغديت، دوزنا كامل قدام البيسي مريح هنايا نبارطاجي معكم الدراري الفيو من ليطاج 33. شفت تبارك الله الدنيا كي دايره، تبارك الله اللهم بارك. دراري راه وصلوني بزاف ديال القصص ديال الناس على عرض الله، خليونا الدراري غير نتغداو ديك الساعة إن شاء الله غادي نرجع ونبارطاجي، ماشي كلشي نبارطاجي شي وقتي باش ما تزرفوش بحال الآخر. ما كنبغيش هاد السلبيات، ما كنبغيهاش، ولكن الدراري كيما قلت راه مايمكنش نبارطاجيو الناس كاملين، كل واحد اللي مشات ليه 3000 درهم 3700 درهم 4000 درهم كل واحد القصة ديالو، ولكن غادي نبارطاجيو البعض منهم بعد الناس اللي وصلوني، وما يتقلقوش اللي ما بارطاجيناهمش راه مايكاينش الجائزة. واللي كيبقى فيه كيمشيو عند الدراري ديال الجامعه ويجمعوا الناس في القهاوي، هذا واحد جمع 12 واحد نصب عليهم مساكين، وما 12 واحد نصب عليهم في 9000 درهم للواحد، وفي الاخر كيما شفتوا القصه سالات عند البوليس وسالات في الكوميساريه وسالات بخلاص المحامي من الفوق. هادشي اللي الاخوان ويستمر مسلسل عيب فلوس عباد الله كتمشي وتيقولوا سميت السيمولايف، تقول مشى الحياه عايشه السيمولايف ضلات الشركه
كننصح ديك الشركه تقول للناس ديالها ما تستعملش سميتو. اي واحد جا عندك قال لك فور ايفر وقال لك سيمو لايف عرفوه نصاب نصاب بغيت لك رزق. خوت هاد الناس كيبقاو يجمعوا الناس في القهاوي وتعاود لهم قصص النجاح والموتيفاسيون كيجمعوهم في لي زوتيل ولا كيجمعوهم في شي قاعه وفي الاخر راه ما كاين والو. تنصبوا عليهم وتيدخلوا اللي تيدخلوا وانت كيزرفوك باش تمشي انت باش ترد فلوس خاصك تنصب على ناس اخرين. والقصه راه الخوت غادي نوصل لواحد القصه ديال واحد السيده خرمزوا لها حياتها مع عائلتها. وهاد السيده دا حتى هو راه التسويق الشبكي وتبيع للناس اللي قرابين ليك ومن بعد ما تيقدروش يدخلوا الفلوس وتيعرفوا انا تنصب عليهم وهادشي تيكرهوك وتيتخاصموا معاك وكتفقد عائلتك. الاخوان هي القصه ديال ديك السيده راه نتوما تقراو راه كلشي كاين تما اخر حتى الثقه ديال عائلتك والناس صحاب كلشي لانهم ما تيجيو لك سير بيع الناس اللي قرابين ليك يقنعوهم ها كيفاش تقول لهم كيفاش دير لهم وكتنصب على عائلتك بلا ما تعرف راك نصاب. الخوت بزاف ديال القصص بزاف ديال السلبيه وبزاف ديال الناس كيعاودوا لي راه ولاو دابا خويا السيمو مابقاوش يجيو للجامعات ولاو تيجيو عندنا سيرتو الاكادير عرفوا في اكادير الفلوس ولاو كيجيو كينصبوا عندنا في اكادير السيمانه القليله كينصبوا على 1000. الخوت هذا الله اللي ما بغاش يتوب وباقي بغى يمشي ليه رزقه. الخوت حتى المسؤوليه ديالكم نتوما هذا الفيديو هذا هزوا حطوا في يوتيوب حطوا انا ما عمري حتى ريكلامي. الخوت خوت كيدخلوا الملايين في الشهر بفيديوهات كيحطوا فيديوهات في اليوتيوب كيدخلوا بهم الفلوس. كاين واحد لاباج سميتها سي موتيفيشن مولاها تنعرفو تيدخل الملايين في الشهر بدي فيديو ديالي انايا وانا ما مساليش نبارطاجي في لاباج فيسبوك ديالي وما مساليش نبارطاجي في اليوتيوب. الناس كيهزوا دي فيديو ديالي كيدخلوا الملايين بهم في الشهر ما عمري كنريكلامو ما عمري كنحتج. هاد القضية هادي قلتها على قبل الريكلاماسيون لان كاينين الناس اللي هزيتي ليه فيديو ديالو تيريكلامي ما تربحش على ظهرو. انا راه ما مسوقش هاد الفيديو هذا خوضو ديالك حطو في فيسبوك تويتر انستغرام تيك توك فاش ما بغيتي المهم الميساج خصو يوصل للدراري. انا الخوت بهاد الفيديو هذا كنت واضح وكثر وكثر من واضح. المسؤوليه ديالك حتى انت شي واحد اخر بالك تنصب عليه من هاد الشركات هادو من بعد هاد الشركات كاملين ديال التسويق الشبكي التسويق العرامي مسؤوليتك حتى انت لان ما بارطاجيتيش معاه وما قلتيهاش ليه وما نبهتيش. الخوت هذا الله فوتو هاد الموضوع هذا السلبي راه في يدي انت لهنايا خا نطرح الاسئله ونعاود فيها قصتك باش تنصب عليك من الشركه الفلانيه ولا الشركه الفلانيه ولا عاود ناقصتك مع شي شركه صبات عليك والناس ما عادش تسالو والناس قلبها عامر ولكن قلنا نوقفوا السلبيه هنا لان الهدف الاول والاخير من الفيديوهات هادو ديال اليوم هو توعيه الناس باش ما تكونش بحال خونا اللي مشات ليه 27000 درهم وباش يفكر خاصو يمشي يزرف ناس اخرين ينصب على ناس اخرين وتا هما ملي يدخلوا تيبغوا يردوا فلوس وما يمشيو يزرفوا ناس اخرين وهذوك كيجيو عندك بغاو يزرفوك لانهم تزرفوا. وكاين الناس اللي ردوا مهنه من ورا ما ردوا فلوسهم صافي تعلموا الحرفه ولاو تيجمعوا الناس في قاعات ولاو كيجمعوا الناس في صالات في اوطيلات ولاو تينصبوا على واحد الجماعه كبيره باش هو يدير الفلوس وديك الجماعه تتزرف. ونرجعوا للقصه كيفاش بدات. القصه بدات بخونا مول 27000 درهم مشات ليه ولا تيفكر يزرف ناس اخرين باش يرد فلوسه. 27000 درهم كان غادي يدير بدايه مزيانه سواء في الافيليت ماركتينغ سواء في الايكوميرس كان غادي يبدا بدايه مزيانه ولكن الخوت مشى لواحد ليفينمون من دوك لي زيفيرمون ديال النصابه وداروا ليه الشو في واحد لوطيل وداروا ليه داكشي ومشات ليه 27000 درهم وتا هو ولا تيفكر انه خاصو يدخل ناس اخرين باش يرد بعدا فلوسه وهاكو دوك الناس اخرين شادي يديروا في النظر يمشيو نصبوا حتى هما. ولكن الخلاصه الخويا هادي طرد البال مزيان اي ايفينمون من هادو ديال دخل جوج شركات تسويق شبكي تسويق عرامي يجيب جوج جيبوا جوج هرب هرب واي واحد يجي عندك يبغي يدخلك عرف انه تنصب عليه وباغي يزرفك باش يرد فلوسه.